السلام عليكم يا جماعه. قبل ما ابدا الفيديو انا ببعت سلام وتحيه لصديقي العزيز اسامه في دوله البرازيل، صاحب قناه مشاهد برازيليه. النهارده هنعمل فيديو الفرق بين محطه باص في الارجنتين ومحطه باص في البرازيل، ولكن ليس في العواصم، في الارياف يا جماعه. محطه الباصات في الريف الارجنتيني ومحطه الباصات في ريف البرازيل، يعني كره صغيره. مقارنه، هعمل مقارنه انا النهارده، وصديق وسام يعمل مقارنة برضو، وانتم احكموا في التعليقات تحت وشوفوا المقارنة بالبرازيل والارجنتين في محطة الباص. السلام عليكم يا جماعة، انا موجود لسه في القرية الصغيرة اللي بين الارجنتين وتشيلي، على بعد 1500 كيلومتر من العاصمة بيونس ايرس، وعلى بعد 450 كيلومتر من دولة تشيلي العاصمة سانتياغو. أنا في محطة الأتوبيسات يا جماعة، محطة الباص في قرية صغيرة. اتفرج على الجمال والحلاوة والنظام، قرية صغيرة جدا فوق ما تتخيل، يعني بعيد على العاصمة ب 1500 كيلومتر. تخيل النظام والباصات والترتيب، ومن جوه المحطة كراسي ومكيفات. محطة أتوبيسات بين المقاطعات، يعني تركب تروح روساريو، تروح بورس ايرس، تروح وشوية، خدت بالك؟ تروح أي مكان، من قرية صغيرة. يلا بينا نشوف. خلينا نبدأ يا جماعة نلف حول المحطة من بره، وبعدين نخش جوه. ماشي، ده البوابة الرئيسية وموقف التاكسي بره. شوف، اطلع من المحطة أتوبيس تلاقي التاكسي مستنيك بره. مش عاوز تركب تاكس، تمشي شوية وتاخد الايه؟ الباص اللي هو داخل المدينة. دي مدينة صغيرة يا جماعة، مدينة صغيرة جدا جدا، مقاطعة تبعد عن بونس ايرس 1500 كيلومتر وعن تشيلي 450 كيلو. تاكسي بينزل ويحمل البوابة الرئيسية هنا. ماشي، احنا هنلف حوالين المحطة، محطة كبيرة يا جماعة والله. دي المحطة بتاعت الباصات اللي بتنقل جميع الأفراد إلى جميع المقاطعات. محطة كبيرة كبيرة فوق ما تتخيل، يعني التكاسي واقفة بالدور زي ما انت شايف كده. التاكسي، ودي برضو من بره حواليها، دي محل موبايلات واخد بالك. دي بوابة تانية من الناحية التانية برضو، يلا ثلاث بوابات يا جماعة. ماشي، من أي ناحية اللي انت عاوزها خش. في كافيتريات زي ما انت شايف كده، تقعد تشرب حاجة ساعة، تاكل سندوتش سابوي. دي من بره في الهواء، يعني في ناس ما بتحبش تقعد جوه وفي ناس بتقعد بره، براحتك، كل واحد حر زي ما انت شايف كده. قعدات بسيطة وجميلة، يعني محطة عادية يا جماعة، محطة بسيطة والله في قرية ريفية. تخيل، دي محطة أتوبيس اللي بوديك من مقاطعة لمقاطعة، يعني بوديك بونس ايرس، بوديك شوية، بوديك بريلوتشي، بوديك روساري، بوديك كورتوبا. الناس دي كلها مستنية بره تشرب حاجة ساعة، تاكل سندوتش. الرحلة بالميعاد يا جماعة، بيديك في التذكرة كده مكتوب الساعة بتاعتك. الرحلة بتاعتك الساعة 2، الساعة 3، براحتك. تنتظر بقى بره، تنتظر جوه، انت حر. اللي فوق دي محطات الباصات بتاعت المدينة، شوف اهي. تطلع البوابة اللي هناك دي وتروح تركب باصات المدينة عادي، خدت بالك؟ والتاكسي برضه مستني هناك اهو بالدور عادي. التكاسي مستنيها على ثلاث بوابات. قدام الثلاث بوابات يا جماعة هتلاقي التاكسي واقف بالدور. تاكسي البلد، لا اوبر ولا اي برامج تانية، التاكسي بتاع الحكومة. وده بيشد الشنطة بتاع المعوقين يا جماعة، خد بالك، ده الطريق بتاع المعوقين اهو اهو. دي البوابة الرئيسية. ماشي، ده محل موبايلات برضو، ده مدخل بوابة تانية يا جماعة. دي برضو هو ثلاث مداخل، محطة الباصات ليها ثلاث مداخل. ده محل موبايلات زي ما انا قلت لك اهوت، واللي جنبه برضه محل موبايلات قدام البوابه بالظبط. عاوز تشتري شاحن، عاوز تشتري سماعه، براحتك. دي الشرطه بتلف حوالين المحطه، شوف بالعجل هناك اهو. اي والله اهو 24 ساعه بالعجل. ودي بوابه ثانيه برضه حوالين المحطه بالشارع، بالشارع الثاني اهو، خد بالك، تنزل من السلم تروح على الشارع. دي من الجهة الخلفية يا جماعة، بوابة تانية بس من الجهة الخلفية خالص. المحطة ليها ثلاث بوابات يا جماعة كبار،
شوف البوابة دي مختلفة ما فيهاش تكاسي، عادي ممكن تمشي تلاقي تاكسي الناحية دي عادي يعني، اهو تاكسين واقفين هناك اهو. شفت جميع الثلاث بوابات تلاقي التاكسي واقف، دي محطة الاتوبيس بتاعة البلد. عاوز تروح السنتر، عاوز تروح على بيتك، تنزل من المحطة، شوف تنزل من المحطة تلاقي محطة الاتوبيس الثانية على طول، ما تروحش بعيد اهو. محطة كبيرة في قرية صغيرة في الريف يا جماعة، تخيل. ولكن المحطات في العواصم أكبر وأضخم يا جماعة. شوف المساحة، شوف تخيل، شوف الجمال، شوف الروعة، شوف الترتيب، شوف النظام، حاجة يعني بسم الله ما شاء الله. دي بوابة برضو غير التانية يا جماعة، جنبها يعني، شوف التانية هناك، دي بوابة صغيرة برضو اللي عاوز. شوف شوف الجمال، شوف الروعة. تكاسي شغالة 24 ساعة قدام بوابة، قدام البوابة 24 ساعة تاكسي بالدور. شوف في الليل في النهار تلاقي تاكسي قدام البوابر. دي محطة بساط يا جماعة، لحد يفكرها مطار، دي محطة بساط والله في قرية صغيرة في الريف على حدود دولة تشيلي. دي بتاع المواقيت على حدود دولة تشيلي، حوالي 450 كيلومتر. شوف التاكسي واقفة وتبعد على العاصمة بونس ايرس 1500 كيلو. يلا بندخل جوه نشوف المحطة من جوه. يلا دخلنا جوه زي ما انتوا شايفين اهو، شوف الجمال والروعة والترتيب والمطار. دي محطة بساط يا جماعة، اقسم بالله محطة بساط في قرية في الريف مش في المدينة. فيها بقى محلات شنط بس معظم المحلات قافلة عشان الكورونا اللي من دول، يعني تلاقي محلات فاتحة ومحلات قافلة. دي محل بيبيع كروسون وفاكتورة وتورتيكا، فاكرينها؟ اهي اللي حد شاف البوابة هناك يا جماعة اللي عاوز يطلع منها اهي. بس احنا جوه دلوقتي هناخد جوله جوه، ده السلم الكهربائي الدور الثاني. حاجه فخمه فخمه جدا يا جماعه والله العظيم. شوف شوف التقدم الرقي اهو، شوف الجمال، شوف الروعه، تحس انك ماشي في مطار مش ماشي في محطه باصات واتوبيسات ونقل عام. دي حكومه يا جماعه والله العظيم، محطه اتوبيسات نقل عام حكوميه. شوف السوبر ماركت، شوف المحلات، كانك ماشي في مطار بالظبط والله العظيم. محطة باص اقسم بالله. وطبعا المحطات بتختلف عن البرازيل والارجنتين، عن تشيلي، عن الاوروغواي، كل مكان بيختلف. انا بكلمك على الارجنتين النهارده، محطة اتوبيسات في قرية ريفية في الارجنتين تبعد عن العاصمة بونس ايرس 1500 كيلومتر. الحمامات فيها حمامات رجال ونساء اهو، وتبعد عن دولة تشيلي 450 كيلومتر. شوف الجمال والروعة، شوف النظام، شوف النظام، حاجة يعني بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة يا جماعة والله. لما تلاقي محطة زي كده بالجمال دون تحس انك ماشي في مطار مش محطة باص. فيها دور تاني على فكرة، الدور الاولاني والدور التاني. شوف الجمال والروعة، عاوز تقعد، عاوز تشتري ملابس براحتك، شنط برضو لو الشنطة بتاعتك اتقطعت ولا حاجة تلاقي شنط. حاجة جميلة جدا جدا يا جماعة، نفس البلاد العربية يكون فيها كده والله العظيم. الأرجنتين مش دولة غنية يعني زي أوروبا، بس شوف النظام وشوف الروعة وشوف الجمال وشوف الترتيب. دي محطة باصات، مش محطة باصات أتوبيسات، مش مطار يا جماعة. شوف الجمال والروعة والفخامة والترتيب. دي الناس واقفة بتشتري الدساكر، شوف أهو تشتري الدسكرة بتاعتك وتقعد. في ناس ممكن تشتريها من الإنترنت قبلها بثلاث أيام عادي براحتك، وبعتها لك على الإيميل وما تيجي تطبعها من المكتب براحتك خالص. شوف الروعه وشوف الجمال. دي كافيه اهو، ونافيد عاوز تخش تشرب كوفي بتاعك، تنتظر الرحله بتاعتك جوه، في انترنت وفي كل حاجه انا قعدت فيها والله. شوف 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 الجمال يا جماعه، شوف الروعه، شوف الترتيب. انا منبهر والله العظيم، منبهر منبهر بالفخامه والرقي، تحس انك ماشي في مطار مش ماشي في محطه باصات. حاجه بسم الله ما شاء الله يعني فخامة. الناس دي واقفة بتشتري تيكت برضو، شوف اهو بالدور. اندسمار دي شركة برضو اهو والله العظيم. شوف الدور والنظام، شوف النظام، شوف النظام والروعة، شوف النظام. تشتري تذكرتك وتروح تستنى الباص بتاعك، عاوز تروح روساريو، عاوز تروح شوية، عاوز تروح بريلوتشي، عاوز تروح اي مكان براحتك. ده الدور التاني اللي فوق، شوف حاجة جميلة والله العظيم. نفس الدول العربية ترتب، جميع الدول العربية. شوف
لا استثني دولة عن دولة. أتمنى من الله التوفيق لجميع الدول العربية. شوف الترتيب والفخامة والرقي والجمال، حاجة فوق الروعة. بالله عليكم دي محطة باصات ولا مطار؟ انتوا احكمهم واكتبوا في التعليقات وكل واحد يقول رأيه. دي محطة باصات ولا مطار؟ حاجة جميلة. يلا نخش جوه بقى، نخش جوه عند الكنيسات اللي بتحمل. شايف شايف النظام والترتيب؟ بالله عليكم شوفوا النظام اهو، انا وريتكم اهو. تخش بقى تحقق الروتين بتاعك من هنا يا جماعه. شوف النظام والدور، سواء رايح مسافه قريبه سواء رايح مسافه بعيده مش هتفرق. تخش تستنى الباص بتاعك وتركب. النظام والدور حاجه فوق الخيال، حاجه فخمه جدا يا جماعه. شوف النظام والترتيب، شايف الناس؟ بالله عليك شايف الناس والترتيب؟ نظام اهو. دي الصالة من جوه يا جماعة، التحليل مش من بره، لا دي من جوه، من جوه المحطة نفسها. ده شركة فخمة جدا، شركة باتر دي أنا سافرت عليها والله العظيم، شركة جميلة. طول السكة قهوة وشاي في البتاع ووجبات، وفيها حمام اللي عاوز حمام، وفيها تلفزيون بس ما فيهاش انترنت. بعض الأتوبيسات فيها واي فاي، بعض الأتوبيسات فيها واي فاي مش كلها صراحة. شوف الفخامة والجمال، ولكن شركات كتير يا جماعة. اختار الشركة اللي انت عاوزها، محدش غصبك. عاوز تسافر المقاطعة، المقاطعة تروح على الشركة، في ناس بتسترخص في ناس فخمة، براحتك خالص. وانتظرونا في الحالات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. اللي ما يعرفنيش انا علاء الدسوقي، مصري عايش في امريكا الجنوبية. اشتركوا في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا المنظر جديد بالنسبة لي، فحبيت ان انا يعني اصوره واوثقه. انشاء محطة اتوبيس جديدة في مدينة نارنجال، عملوها وانا ما يعني من الايام اللي انا ما خرجتش فيها وجيت فيها، كانت كفيلة بان انها تخلص وتترس وتتظبط كده يعني. اهي اوبرا اسمه ترمينال. الاتوبيسات العامة الجراج بتاعها الكبير مظبوط اهو تمام، حاطين كمان يعني نصب تذكاري كده مظبوط، هندسة معمارية جميلة لطيفة. الالوان طبعا الوان البرازيل يا جماعة، تنوع الاخضر والاصفر طبعا، يعني هم اللي ظابطين الشغل هنا يعني. طبعا الاحمر اهو، بصوا كام لون البنك، عامل ثلاث ألوان خضر، أعلام كمان، مدخل للدراجات كويس جدا، ساحة لانتظار العربيات. طب جميل، ساحة كبيرة اهي. يا جماعة دي في حاضرة بسيطة من حواضر البرازيل، إدارية لا تتعدى أبدا، يمكن طنطا إداريا في جمهورية مصر العربية أكبر منها. تفضل. ده المناظر دي أول مرة أنا يعني أشوفها. تقريبا اسانسير عشان يطلع. طبعا دي اللوح كلها المكتوبه بتتعمل ازاي، وعلى ولايه مين وبتاع، واللي شارك واللي عامل. كويسه جدا، مكان للاتوبيسات تمشي فيه لوحده اهو، ظريف. موسعين المكان، الديكور يعني كويس، هو طالما حط مرايات قصدي التوسيع اكتر، انه بيوسع اكتر يعني. في احترام برضو. الشارع اتواصل من هنا هو، يعني نلقي نظرة كده نشوف الترمينال عامل ازاي.
الترميناوي الجديد. كل واحد ملتزم بيه، ده ماشي مع ان ده ماشي في بتاعة الاوتوبيس. هو سريع، هو كمان يعني هو سريع مش بطيء، هو ماشي زي العربيات ب 35 40 دقيقة. طب نعدي طالما امان. مفيش ناس كتيرة في البلد، مفيش ناس كتيرة في البلد. دي بتاعتنا وادي عين ده بصيه عين. طبعا دول للعميان اهوت كمان، يعني خريطة لهم مخصوصة اهي. ترميناو يعني محطة الاوتوبيس الرئيسية دي، زي اللي كانت كده مثلا في ميدان التحرير في مصر. ميدان التحرير عاصمة في القاهرة، عاصمة العرب مش عاصمة مصر. اتفضلوا، دي قرية يا جماعة. طيب الناس ملتزمة يعني بإيه؟ في أسانسير طلع الناس ينزلهم، خريطة، الرصيف الأول، الرصيف الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس. الإيجادور هيطلعك فوق، أنت هنا. طيب جميل جدا، جميل جدا. ودي يجي بقى ده باب الطوارئ، اسكادا دي إمرجنسيا. أرقام الأوتوبيسات كله منظم، كله واقف. على فكرة دول واقفين طابور برضه، مفيش هرجلة، برضه دول طابور. هنا برضه شغل الطوابير، اللي بيجي الأول بيقف على الأرض. يعني كانت الحكاية دي بس مفعلة في القاهرة في ميكروباصات فيصل والهرم في التحرير بس، كانت الناس مرتاحة. سبحان الله اللي حصل للناس كويس جدا. يعني الترميناو مش بطال بصراحة، الترميناو ممتاز. خش اتفرج عليه برضو من جوه. شاشات للعرض، اعلانات، وكاميرات مراقبة طبعا. بصوا ده بلنجانوس ساسونيوس اسبراموس نورديجي اكس بوفو سعيد. ده راجل، بصوا اسم عربي، ده راجل عربي، ده راجل عربي، ده راجل عربي من عيلة فهيرة فريرة، من عيلة الحداد. يعني الترجمة بتاعتها عيلة الحداد، اسمه سعيد اهو. على فكرة العرب هنا يعني العرب القدامى تغلغلوا خصوصا في رؤساء البلديات. انا شخصيا يعني من ساعدني في تخليص الورق بتاعي اول مرة هنا في البرازيل كان شخصية زي كده، يعني راجل كان معروف وكان في برازيليا وكان بريفيتو بلد محترمة ببرانا يعني. وكلهم على كده اهو، كل واحد ملتزم بال في كواليداد يعني. في ينزل على السنتر على طول اهو، الباب الاخر. ممتازه الحكايه دي، الدنيا اتغيرت فعلا، الشكل ده اتغير تماما يعني تماما. ده رجع تاني موقف، ده كانوا حاطينه ان هو طبعا استغلوه اثناء البناء يعني، عملوه طريق وبتاعه، موقف اتوبيسات وحاجات زي كده. رجع تاني موقف سيارات مجاني على فكره، الله اعلم، او بالكارت اللي هو بالساعه، ممكن يكون بالكارت بالساعه. كويس جدا يعني بقت تمام، حلو من فوق برضو مظبطينه هو. ماترياله غالي، في لمسه جماليه لطيفه على الازاز. انا شفت تقريبا موقف التحرير وميدان التحرير في اخر ايامه،
بس شفته هو نضيف شوية. كان في الموقف دوت خريطة كبيرة بالزراير وكان عاملين عليها الخطوط كلها وتدوس على زرار شبرا تدوس على زرار ينور كذا من كذا لكذا. فين الكلام ده؟ كان في أواخر السبعينات أوائل الثمانينات تقريبا أوائل الثمانينات عادي يعني. دول الجماعة الغلابة اللي بيلموا الكنز وعشان ياخدوا منه حتة ألمونياية كده صغيرة ويبيعوها بعشرة سنتاف. يضل طول النهار كده ماشي يشوف يخش على سفاح الزبالة يوم واخد الكنز اللي منها ويروح آخر النهار يبيعها. طيب يعني مش بطال، أنا شايفه كويس جدا. في محطات خارجية هي خارج الترمينال، ممنوع التدخين، ممنوع التدخين بالداخل، كويس جدا. كله متظبط تمام على الشعرة، كاميرات، تخطيط الأرض ممتاز. الكثافة السكانية كمان بتساعد يا جماعة، مع ان ده ممكن يكون معمول لكثافة سكانية عالية على الأحجام الكبيرة دي والمتانة مثلا والماتريال المستعمل يكون على هذا الأساس يعني. ده رصيف نمرة 6، ده اللي رايحين بلد اسمها سرانجي، بلد تانية لازقة فيها. يركب الأتوبيس رقم 254 A، ده مش حرف الاي في الاي في البرتغالي. من يوم 27/4 وهم مغير المواعيد، اتغيرت شويه، حاطين المواعيد الجديده يعني. غريب انها تتحط في ورقه زي دي، بس ده تعديل يعني برضه، هي غلطه هي ملهاش لازمه. طيب انت راجل مظبط الشغل مش تحط شاشه كده حلوه كده تبين المواعيد زي العالم والناس، حاطط ورقه مطبوعه؟ ناس قاعده مستنيه اهي، قاعدوا على هنا كده يعني، مفيش اي مشكله، قاعد على الرصيف تمام مريح دماغه. 10/10 تمام قوي. ده برضو ده اللي راح سرنديب برضو، جو جميل يعني، تقريبا ما لا يتعدى 22-23 درجة الحرارة. مشروع كويس ممتاز، غير شكل المدينة في أقل من 7-8 سنين، بيحصل تغيرات في المدينة كبيرة يعني. سبحان الله، هو ده مستوى المعيشة هنا في البرازيل يا جماعة، مستوى بالرغم ان الحكومات دي بتسرق بالمناسبة يعني. يعني ده مفيش جدال، ده هنا في سرقات الى اقصى ما تتصوره. واعتقد الفيديو المشهور اللي دخله على المستشفيات دوت، ده كان في دراو بيفتش على ان في سرقات حصلت في المستشفيات وداخل يثبت الكلام ده، ما كانش عشان المستشفيات فاضية ولا حاجة. المهم ففي سرقات يعني. اعتقد ده حمامات. سبت لف من هنا منظر العام، لا ممتاز ممتاز، ظبط الدنيا هنا. انا بقى اروح اجيب ايه حاجاتي من هنا، وان شاء الله يكون المشهد ده عجبكم وشفتوا مثال لمدينة صغيرة جدا جدا في البرازيل وهي بعيدة عن العالم. بصوا الرصيف متظبط ازاي. طبعا الطلعات دي للي عندهم عجل، للي بيستخدموا عجل باتيناج، المعاقين، وطبعا العميان. ادي الشغل اهو بتاعهم، اهو الخريطة كاملة اهي، الخريطة بتاعتهم كاملة اهي يا جماعة، ماشي لحد جوه لحد اللي هو عايزه بالظبط. سبحانك يا رب. يلا خير ان شاء الله، ان شاء الله رب يكون المشهد ده عجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا تنسونا من الدعاء.